أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، هي حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، لقاء يتجدد لمناقشة أهم الملفات والقضايا على مدار أسبوع. سأكون معكم على الهواء مباشرة على إكسترا نيوز، أنا نانسي نور. سريعا معنا اليوم الكثير من الأخبار، خليني أبدأها بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل. أضاف السيد الرئيس: إذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية. عادتها قناة الجزيرة القطرية وقنوات الجماعة الإرهابية، عادتها أنها بتعمل على ترويج الأكاذيب والإشاعات لإثارة البلبلة. دائما ما بتكون هذه الأكاذيب مفضوحة، زي مثلا النهاردة لقينا إعلام الجماعة الإرهابية بيروج بأن مصر بتصدر الكهرباء لأوروبا بسعر مدعم 10% من سعر السوق. على كل حال هي خرافات بتدعيها الأبواق المشبوهة للجماعة الإرهابية. وفي كل حال سواء اتفقنا أو اختلفنا، بكل تأكيد بيع أو تصدير الكهرباء هو أمر الحقيقة يحترم لزيادة الناتج القومي، لكن الحقيقة بتقول إن الجماعة اختلقت هذه الأرقام واختلقت نسب وهمية عن سعر تصدير الكهرباء للخارج، لكن الحقيقة لا توجد أي صحة لما تم تداوله وتم نشره فيما يتعلق بتحديد سعر الكهرباء التي سيتم بيعها لأوروبا. على كل حال المزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، تحياتي لحضرتك، تحياتي للمشاهدين الكرام. شكرا لحضرتك. في البداية عايزين نعرف رد حضرتك على هذا الكلام. طبعا أنا بأكد برضو كلام حضرتك، وطبعا ما فيش يعني أي صحة لموضوع السعر دوت، لأن الربط مع أوروبا ما زال تحت في مجال الدراسات، ولا ما فيش ربط، يعني هو لسه مشروع بيتم البحث والدراسه الخاصه به من يعني استشاري عالمي، والى الان لم فيش اي اسعار تم وضعها، ويمكن هي زي ما حضرتك اشرتي الربط مع دول الجوار هو ترجمه حقيقيه لرؤيه سياده الرئيس ان مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه، وطبعا في خطوط ربط بيننا وبين بعض الدول زي الاردن وليبيا ومؤخرا كان السودان، وهناك مشروعات أخرى بيتم الإعداد لها من ضمنها الربط مع قبرص واليونان، وبالتالي يبقى يعني خطوة تاريخية الربط ما بين أفريقيا وأوروبا، ولكن طبعا ما فيش أي حاجة خاصة بالأسعار والكلام ده غير صحيح بالمرة. طبعا يعني كعادتنا ان احنا بيكون معانا المسؤولين دكتور ايمن للرد على اي اشاعه او اي من هذه الترويجات اللي بتقوم بها جماعه الاخوان الارهابيه. عامه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على التوضيح وعلى وجودك معانا النهارده عبر الهاتف، شكرا جزيلا. طيب خلينا ننتقل الى جانب اخر من حلقه النهارده، قانون التصالح في مخالفات البناء. يمكن لمسنا الفترة الماضية عدد من التسهيلات اللي قدمتها الحكومة لتصحيح أوضاع المباني المخالفة من خلال قانون التصالح. تسهيلات الحقيقة أن هي حاولت أنها تراعي فيها البعد الاجتماعي للمواطن، أو نقدر نقول أن هي تعاملت بروح القانون زي ما بيتم القول، خصوصا وأنها مسألة بتعود بالنفع على المواطن وعلى المجتمع بصورة عامة بالحفاظ على الثروة العقارية والقضاء كمان على العشوائيات ووقف النمو العشوائي بصورة جذرية. يمكن ترجمة ده عمليا كان النهاردة حيث تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، ده كان تخفيفا عن كاهل المواطنين البسطاء ومراعاة للبعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا العرض عن أهم المعلومات عن المحافظات التي أقرت التخفيض بالفعل ونعود للنقاش.
يمكن الحكومة بالأساس بيهمها مصلحة المواطن قبل أي اعتبار، ده يمكن كان واضح للغاية في أكثر من تصريح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، ملف المخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. خلينا نتابع هذا التقرير ونعود لنتابع النقاش في هذا الملف. تيسيرا على المواطنين واستجابة لشكواهم بشأن التصالح في مخالفات البناء، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات الخاصة بإجراءات التصالح، وذلك بعد شكاوى من كثرة المستندات المطلوبة مع ضيق الوقت، في إجراء يسمح للمواطن بالتقدم للتصالح في المخالفات مع سهولة الانتهاء من الإجراءات كاملة. وفي إطار تلك التسهيلات قررت الحكومة تخفيض قيم التصالح في المحافظات بنسبة تتراوح من 10 إلى 55%، كما أقرت أن من تقدم مسبقا ودفع 25% جدية التصالح بالمبالغ السابقة فسيتم احتساب هذه الأموال من قيمة التصالح الخاص به. ومراعاة لأحوال المواطنين أوعزت الحكومة إلى المحافظين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير قيمة التصالح، إذ كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن هناك مناطق تتميز بموقعها الجغرافي لكن الأهالي بها لا يقدرون على قيمة جدية التصالح، وبالتالي لا بد من مراعاة البعد الاجتماعي في هذا الأمر. تسهيلات يرى مراقبون أن من شأنها تشجيع المواطنين على التصالح، خصوصا إذا وضع في الاعتبار المكاسب الأخرى للتصالح كارتفاع القيمة العقارية للعقار بمجرد التصالح وأن يكون رسميا، وأيضا تعهد الدولة والتزامها بدخول كل المرافق بشكل رسمي بمجرد التصالح. طيب، عبر صوت وصورة بينضم إلينا الكاتب الصحفي سيد وائل سعد نائب مدير جريدة الوطن أو نائب مدير تحرير جريدة الوطن. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ وائل، حضرتك تحياتي للسادة المشاهدين. شكرا لحضرتك يا فندم. يعني خلينا في البداية كده نعرف من حضرتك الجوانب الإيجابية اللي حضرتك شايفها والتي ستعود على المواطن من عملية التصالح. يمكن الدكتور مصطفى مدبولي كان شرحها قبل كده في المؤتمر الصحفي امبارح أو أول امبارح، ولكن خلينا مع حضرتك نناقشها بمزيد من التفسير والتفصيل. تفضل. بداية لازم نوضح الأول أن الانتقال من دولة الفوضى إلى دولة القانون يحتاج إلى إرادة سياسية. الإرادة السياسية متوفرة لدى الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يكون للأجيال القادمة حق في المشروعات المتوفرة والخدمات الموجودة. الدولة بدأت عهد جديد. الدولة أكدت على قضية التصالح في مخالفات البناء، وأكدت أن موضوع التصالح هو ليس عقابا للمواطنين بل هو خدمة للمواطنين وخدمة للدولة على حد سواء. الدولة تريد بداية جديدة لعهد جديد يلتزم فيه المواطن بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للشروع في البناء. نجد فوائد القانون التصالح في مخالفات البناء. أولا، يعود على صاحب العقار في أنه يحصل على صفة الرسمية. ما معنى أن صاحب العقار يحصل على صفة الرسمية؟ هذا يعني أن الدولة ملزمة بتوصيل كافة المرافق سواء من مياه أو كهرباء أو صرف صحي لهذا العقار. الفوائد الأخرى التي تعود على صاحب العقار هي أن العقار ستزيد قيمته العقارية، لأن العقارات التي تكون متوفر بها مستندات شرعية وقانونية تكون سعرها أعلى من العقار الذي لا يوجد له أي مستندات. أكيد. وكذلك يستطيع المواطن صاحب العقار التعامل مع البنوك بضمان العقار، فعندما يقدم مستندات رسمية فبذلك يستطيع أن يسهل عليه التعامل مع الجهات الرسمية والبنوك.
طيب هذا فيما يتعلق بالفوائد، يعني على صاحب العقار، احنا بنتحدث عن صاحب العقار المخالف اللي بيقدم طلب التصالح استاذ وائل، ولكن خليني اتكلم مع حضرتك بشكل اعم واشمل. فكره وضع قانون التصالح في هذا الوقت، زي ما حضرتك شايف يمكن كان في ترويج كبير قوي لقنوات الاخوان الارهابيه عما يتعلق ب اين تذهب هذه الاموال وما شابه. خلينا بقى نوضح يا فندم، الاموال الناتجه من قانون التصالح او اللي بتحصل عليها الجهة يعني منوطة بهذا الشأن بتروح فين بعد كده أستاذ وائل؟ بتروح أولا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء كانت خدمات صرف صحي، خدمات كهرباء، بنية تحتية في المناطق المقام بها المباني. للأسف احنا بنواجه في كل خطوة بتتحرك فيها الدولة شائعات ومن قنوات معارضة، للأسف يعني كل خطوة بيحاولوا يظهروا فيها سلبيات، ولكن هذا القانون وهو قانون التصالح هو قانون إيجابي بشكل عام. صحيح. يعني طول الفترة اللي فاتت مرينا بظروف صعبة. طيب خليني أروح مع حضرتك لنقطة تانية يا أستاذ وائل، يعني يمكن كان مع بدء الحديث عن قانون التصالح كان الدولة المصرية حطت يعني موعد لهذا القانون وهو 30 سبتمبر، ولكن كلنا تابعنا التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بمد شهرين زيادة بعد 30 سبتمبر. خليني أتكلم مع حضرتك في النقطة دي يا فندم، فكرة التعامل بروح القانون، فكرة إن إحنا بنشوف المواطنين عايزين إيه فإحنا بنعمل لهم، مركزين هم شايفين إيه سلبيات الموضوع أو إيه إيجابيات الموضوع، شايف حضرتك إزاي التعديلات اللي أجريت على القانون؟ في الحقيقة يعني الرسائل اللي أرسلها الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع اللي كان من يومين كانت رسائل إيجابية جدا ورسائل طمأنة للمواطنين في وستساهم في تشجيعهم على التقدم للتصالح. السيد رئيس الوزراء أعطى مهلة سماح شهرين لمن تقدم بطلب التصالح لاستكمال مستنداته. هناك إيجابيات كثيرة في الـ 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 الإجراءات التي طلبها الدكتور مصطفى مدبولي. يمكن من خلال قانون التصالح هو أن يتظلم المواطن على قيمة التصالح نفسه، ممكن المواطن يتظلم على عدم قبول طلبه في التصالح، يعني إيجابيات كثيرة جدا ستساهم خلال الفترة المقبلة في أن المواطنين يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء. في نقطة أخرى يا فندم، يعني فكرة التعامل بروح القانون الحقيقة إحنا شفناها في العديد من التعديلات على قانون التصالح تحديدا، إحنا لقينا كمان إنه كان في توجيه للمحافظين بعمل تخفيض في قيمة التصالح لعدد من المحافظات، والحقيقة إن هي يعني محافظات عديدة ومن أكبر المحافظات في جمهورية مصر العربية. عايز أتكلم مع حضرتك في هذه النقطة ومن نقطة أخرى يمكن من التعديلات كمان اللي جت على القانون، إن أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على 3 سنوات بدون فوائد، ايه المطلوب يا فندم من المواطنين امام ذلك؟ اولا هذا يؤكد ان الدوله ليست ضد المواطن في هذا القانون، بل هي في مصلحه المواطن، وقرار السيد رئيس الوزراء بتوجيه الساده المحافظين بتخفيض قيم التصالح يعني قرار جيد جدا واتى ثماره، والنهارده اعلن مجلس الوزراء عن قيام 23 محافظه باجراء عمليات التخفيض لقيم. طيب استاذ وائل انا بعتذر عن المقاطعه وهعود لحضرتك مره اخرى في هذه النقطه تحديدا فيما يتعلق بفكره تخفيض نسب التصالح في عدد من المحافظات، ساعود اليك مره اخرى. اذا مشاهدينا الان انوه الى هذا الخبر العاجل، حيث صرح منذ قليل السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل مساء اليوم بالشيخ حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين، والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية. من جانبه أعرب الشيخ حمد بن عيسى عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهود سيادته لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.
أعود مرة أخرى إلى ضيفي عبر الصوت والصورة سيد وائل سعد نائب مدير تحرير جريدة الوطن. سيد وائل، يمكن قبل هذه المقاطعة كنا بنتحدث عن فكرة تخفيض قيمة التصالح في عدد من المحافظات، كنت باخد رأي حضرتك، حضرتك شايف إزاي هذه الخطوة، ومن جانب آخر كمان إزاي هتسهل عملية التصالح بين المواطنين والدولة؟ طبعا خطوة جيدة جدا وإجراء رائع من رئاسة مجلس الوزراء ومن الدولة بشكل عام. التخفيض، نسبة التخفيض هي نسبة جيدة تتراوح من 10 إلى 55% وتصل في بعض المحافظات ل 70%. هذه التخفيضات ستساهم بشكل كبير في تقدم المواطنين وإقدامهم على تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر الجاري. الإجراءات طبعا كلها جيدة وهي تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، هو إجراء جيد والدولة ليست ضد المواطن ولن يضار أحد من هذا القانون بل سيستفيد منه الجميع. طيب طبعا هل لك أن تبقى معي لبعض الوقت سيد وائل لنستضيف أيضا ضيفي عبر الهاتف المهندس طارق رفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نوضح كده للناس ليه الدولة عملت قانون التصالح في هذا الوقت. احنا بنتكلم على تعديات على الأراضي الزراعية وتعديات على أراضي الدولة، بجانب طبعا المخالفات اللي بتكون موجودة في عدد الأدوار أو المخالفات يعني اللي نص عليها القانون. لماذا ظهر القانون في هذا الوقت، ولماذا كمان في زي ما بنقول موقف حازم وحاسم للدولة المصرية في هذا الوقت من المخالفات؟ هو القانون الفندم ظهر في الوقت ده لان كان فيه تاثير لكل البناء المخالف والعشوائي سواء على الاراضي الزراعيه او ارتفاع في الادوار، على كان فيه تاثير كبير جدا على قطاع المراتق اللي احنا بنمثله من مياه شرب وصرف صحي. ان احنا النهارده في ناس كتير جدا كانت بنصمم الشبكه بتاعتنا او المحطه لسنه الهدف سنه 2035 2050، نتيجه البناء الغير مخطط والبناء العشوائي اللي ظهر في اغلب انحاء الجمهوريه بتوصل لسنه الهدف قبل نهو المشروع او اثناء نهو المشروع. وزي ما وجه دوله رئيس الوزراء ان احنا بنطمن الشباب المستمعين ان احنا جزء كبير جدا من الفلوس اللي بيدفعوها بتعود على المواطن بعد التصالح، فان الدوله بتكون ملزمه توصل له كافه المرافق على نفقه الدوله. هو بعيدا عن اي حاجه مهندس طارق، يعني فيما يتعلق بالمرافق الزراعيه او يعني الرقعه الزراعيه اذا صح القول، يعني كما تم القول ان هي بتمثل 4% من المساحة، ولكن بخليني أتكلم مع حضرتك إن الدولة المصرية قالت إنه المفروض يكون في الداخل المصري 8%. أنا عايز أعرف فكرة تقليل هذه الرقعة يا فندم ممكن يأثر إزاي بشكل سلبي في الأيام أو السنين القادمة؟ يا فندم أنا ما أقدرش أتكلم في الحتة دي، اللي بقول لسيادتك إحنا بنتكلم عن تأثير البناء العشوائي على قطاع المرافق، ده دور وزارة الإسكان. إزاي البناء العشوائي ده والمخالف ده بيأثر على قطاع المرافق والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي. طيب خليني أتكلم مع حضرتك في النقطة دي يا فندم، يعني لو حضرتك بتتكلم على تأثير البناء العشوائي على المرافق تحديدا، خلينا نفسرها للمواطنين إزاي فكرة البناء العشوائي وفكرة تكوين العشوائيات وما شابه إزاي بيأثر بشكل سلبي في السنين اللي جاية؟ طبعا يا فندم ده بيأثر بشكل سلبي، هضرب مثالين اثنين صغيرين. أنا النهاردة حضرتك زي ما قلت بصمم المحطة بتاعة سنة الهدف، بصمم الشبكه واختار الشبكه طبقا للكثافه السكانيه الموجوده في المنطقه، فانا النهارده لما برتفع راسي في المدن ساعتها حضرتك الشبكه مع انه دار استيرادي ما انتهاش بضطر اعمل لها احلال وتجديد ثاني، وده بيكلف الدوله مبالغ كبيره جدا، الى جانب ان انا المحطه اللي كانت المفروض تغذي المنطقه دي في سنه الهدف بدات النهارده باقتها مش قادره تغذي الناس الحاليين، فبضطر المنطقه دي بتغذى بكميات غير كافيه الى حين ان اعمل لها توسعات للمحطه حتى يتم تغذيه هذه المناطق كامله. ماشي؟ الى جانب ان انا حضرتك النهارده لو انا عندي كسر في ماسوره ميه او في ماسوره صرف صحي موجوده في الشارع الغير مخطط ده، المفروض في اي شارع مخطط انا بدخل بالمعدات والماكينات بتاعتي ابدا اعمل اصلاح لهذا العطل او الكسر واخرج في خلال كام ساعه معدوده وبترجع الخدمه ثاني للمواطن ده. في حاله الشوارع غير مخططه اللي بتبقى صغيره جدا وضيقه ما بقدرش ادخل بالمعدات دي الى داخل هذه الشوارع عشان ابدا اعمل هذا الاصلاح للعطل، فبضطر اشتغل بالعامل البشري وده بيزود مده قطع الخدمه عن المواطن، فده بيعود بالسلب على المواطن مره اخرى.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم المهندس طارق رفاعي معاون وزير الاسكان لشؤون المرافق، شكرا جزيلا لك. اعود مره اخرى الى ضيفي عبر صوت وصوره سيد وائل سعد نائب مدير تحرير جريده الوطن. سيد وائل حضرتك لسه معايا؟ نعم مع حضرتك. طيب رئيس الوزراء قال في المؤتمر الصحفي السابق ان نحن لا نهدم منزل ماهول بالسكان، ايه اللي بيحمله يا فندم او بتحمله هذه التصريحات من دلالات؟ طبعا بتحمل دلالات كبيره جدا وهي تاكيد الدوله على حمايه مواطنيها. رئيس الوزراء اكد انه لن يتم ازاله اي عقار ماهول بالسكان، هذا يؤكد على حسن نيه الدوله في هذا في اصدار هذا القانون، وان ذلك ياتي في مصلحه المواطن في المقام الاول. السيد رئيس الوزراء يعني أرسل مجموعة من رسائل الطمأنينة الجيدة جدا في المؤتمر الأخير، وكانت بمثابة قوة دفع لعملية التقنين، وبدأ المواطنين في عدد كثير من المحافظات يتجهون إلى أماكن الإدارات المحلية للتقدم بطلبات التصالح. فالدولة طبعا لن تقترب من المنازل المأهولة بالسكان حماية لهؤلاء المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي التي تعمل عليه. طيب في ذات السياق أيضا يا فندم خليني أتكلم مع حضرتك لو حضرتك عندك معلومة عن حجم الأضرار اللي بيسببها البناء المخالف على المرافق اللي بيستفيد منها أصلا المواطن. طبعا بتأثر على المرافق سواء كانت شبكات مياه أو شبكات صرف صحي أو شبكات كهرباء بشكل كبير. يعني تخيل حضرتك لو منطقة مخطط لها أن يسكنها يعني 500,000 مواطن وسكن هذه المنطقة 1,000,000 مواطن، تخيلي العبء كم العبء الذي سيكون على المرافق الموجودة في هذه المنطقة. أولا ستجدي المياه تنقطع، ستجدي الكهرباء تنقطع في هذه المناطق. والسيد رئيس الوزراء ضرب مثال بذلك بمنطقة فيصل والتي كانت تعاني من أزمة مياه، هي عدد السكان في المنطقة يزيد كثيرا عن الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه الشرب هناك، وكذلك في كل الخدمات. نعم. هذا يؤثر ويضعف من البنية التحتية لتلك المناطق. طيب هل لك أن تبقى معي لبعض الوقت سيد وائل؟ يعني لنذهب الآن لمتابعة تأثير هذه التعديات على الأراضي الزراعية، يمكن هي من أكثر المناطق المتأثرة بالتعديات، وهو الحقيقة أمر طبيعي، والحقيقة كمان أن الخسائر في قطاع الزراعة أضرارها لن تعود على شخص واحد ولكن هتعود على كل مصري صغير وكبير، لأننا الحقيقة بنفقد مصدر أساسي للغذاء وبنفقد كمان فرص عمل. خلينا نشوف هذا الإنفوجراف ونرجع تاني. طيب أستاذ وائل، يعني إيه اللي المفروض المواطن يعرفه فيما يتعلق بأخطار التعديات على الأراضي الزراعية؟ طبعا التعديات على الأراضي الزراعية خطر جسيم وجريمة ترتكب في حق الأجيال الحالية والأجيال القادمة. يعني طول الفترة اللي فاتت كان هناك سكوت على قضية التعديات على الأراضي الزراعية التي هي في الأساس يعني تمثل مشكلة كبيرة في مصر. تخيل حضرتك أن هناك 400,000 فدان فقدتهم مصر خلال الفترة الماضية، منهم 90,000 فدان في الفترة مما بعد ثورة يناير، من فترة من 2011 إلى الآن فقدنا 90,000 فدان. وتخيل حضرتك أنه تكلفة استصلاح
الفدان في الأراضي الصحراوية نعم. تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف جنيه، يعني إحنا محتاجين حوالي 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان اللي إحنا فقدناهم في الفترة ما بعد الثورة. صحيح. يعني برضو التعديات على الأراضي الزراعية دي يعني تمثل تعدي على الأمن الغذائي المصري، يعني الأراضي الزراعية دي بتنتج لنا الغذاء، تنتج لنا الغذاء الذي نستهلكه والذي نصدره، وبالتالي فده يعد اعتداء على الأمن الغذائي المصري. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر صوت وصورة الكاتب الصحفي وائل سعد نائب مدير تحرير جريدة الوطن، شكرا جزيلا. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النهاردة تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده كان خلال الفترة من 5 حتى 11 سبتمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة، نتابع أهمها في هذا العرض. خلينا نروح لانتخابات مجلس النواب. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والتي ستجرى على 284 مقعد بالنظام الفردي و284 في القوائم. هي انتخابات الحقيقة بتأتي بعد أسابيع قليلة من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الذي أتى لاستكمال مصر مؤسساتها النيابية. الدولة بتؤكد قدرتها وإمكانياتها في ظل أزمة فيروس كورونا، وفي ظل أيضا الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. كما قلت يمكن الدولة بتؤكد على قدرتها وبتنظم بعد أسابيع قليلة استحقاق انتخاب هام، وهو انتخابات مجلس النواب، المجلس الثاني المنتخب بعد ثورة 30 يونيو، في تأكيد لاستقرار مؤسسات الدولة واستمرار البناء فيها. خلينا نتابع هذا العرض عن أهم المعلومات حول الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
عبر الهاتف بينضم الينا الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. السؤال عاده بيطرح نفسه، يعني تاني استحقاق انتخابي سيتم المرور به في الداخل المصري في ظل وجود ازمه مستجده وهي ازمه فيروس كورونا، ايه دلالات ده يا فندم على قدره الدوله؟ نعم طبعا، بعد التحيه لحضرتك ومشاهدينك الكرام، يعني اي نظام ديمقراطي في العالم طبعا يعتمد على ثلاث مؤسسات او ثلاث سلطات قائمه، طبعا هي السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه، السلطه القضائيه، وبالتالي طبعا معالم الديمقراطيه في الدوله المصريه طبعا هي استكمال مؤسساتها الديمقراطيه سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي او فيما يتعلق بالجانب التنفيذي. طبعا تم كما اشرت حضرتك استحقاق انتخابي منذ اسبوعين المتعلق بمجلس الشيوخ، والان نتحدث عن الاستحقاق الاخر اللي دشنه حتى الدستور المصري في الماده 106 منه فيما يتعلق بمساله طبعا مجلس النواب، بمعنى ان مجلس النواب يقام طبعا كل عدة سنوات طبقا للمادة 106 من الدستور، وبالتالي اعتقد ان الاستحقاق الانتخابي حاليا هو المزمع طبعا عقده خلال نعم الايام صحيح المقبلة. نعم. طيب دكتور محمد، ايه الملفات اللي برأيك سيستكملها مجلس النواب القادم، خاصة يعني انه هذه الملفات احنا يعني شايفين انها اكيد هتبقى مكتملة الاركان خاصة مع وجود مجلس الشيوخ؟ يعني شوفي حضرتك، فيما يتعلق طبعا بسلطة مجلس النواب حتى للمشاهد طبعا الكريم، اعتقد ان سلطته يتمثل في شيئين، طبعا جزء رقابي وجزء تشريعي. طبعا فيما يتعلق بالتشريع طبعا هو استكمال التشريعات ربما التي تم تدشينها منذ طبعا الاستحقاق الماضي، وفيما يتعلق ايضا باستكمال بعض التشريعات الخاصه به سواء فيما يتعلق بمؤسسات الدوله، سواء فيما يتعلق ايضا بالعلاقه مع السلطه التنفيذيه، سواء فيما يتعلق ايضا بالاجراءات لممارسه الحياه على ارض الواقع في مصر. هذا من جانب. من جانب اخر فيما يتعلق طبعا بالجانب الرقابي، وهو جانب هام جدا على الرقابه على اداء اعمال الحكومه وما الى ذلك. طبعا مجلس الشيوخ طبعا هو دور مكمل لمجلس النواب فيما يتعلق ب طبعا خلينا نقول ان مجلس الشيوخ يعني كما بيتم القول بشكل اكثر تبسيطا هو العقل المفكر دكتور محمد. بالتاكيد نعم. سيادة الفضيلة، يعني مجلس الشيوخ طبعا هو ما يتعلق منه طبعا بجزئيه هامه جدا، وهو اعاده النظر او نظره اكثر ربما شموليه واكثر بين قوسين تفصيليه للمشروعات القوانين والقوانين المدشنه فيما يتعلق طبعا بالمجلس الاول وهو مجلس النواب. على كل حال يعني سنتابع اخبار مجلس النواب وانتخابات مجلس النواب القادمه، اكيد هنتابعها لحظه بلحظه خلال الايام القادمه. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات، شكرا جزيلا لك. بتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي تحت عنوان دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية، ده هيكون بحضور الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية غدا السبت في الساعة 7 مساء. بتتمحور الملفات التي يناقشها الصالون السياسي للتنسيقية حول دول أو دور خليني أقول مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوي عضو التنسيقية، كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس. خلينا نروح لخبر آخر، يعني يمكن كل يوم تلو الآخر بتتكشف الأمور أكثر وبيتم فتح أمر جماعة الإخوان الإرهابية بصورة أكبر وخصوصا أبواقها الإعلامية في قطر. إعلاميو ومذيعو الجماعة الإرهابية الذين اعتادوا زي ما احنا عارفين العيش في ترف وبذخ لدرجة أنهم اختلفوا حول تقاسم هذه الأموال، والحقيقة ده مش جديد، ده يعني هم طول عمرهم في هذا الموال زي ما بيقولوا، فكرة الأموال والدعم وتقاسم الأموال وده رايح فين وده جاي منين. موقع العربي الحديث نجح في اختراق قنوات الإخوان زي الشرق ومكملين وغيرها، وحصل الحقيقة على وثائق برواتب إعلامي ومذيعي تلك المنصات الإرهابية والتي تبث من تركيا، حيث على سبيل المثال يحصل الإعلامي الإخواني محمد ناصر على 60,000 دولار شهريا صافي مرتب عن ظهوره فقط في القناة. كمان بيحصل عبد الله الشريف على 120,000 دولار مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أن الموقع لفت إلى أن تلك المرتبات بتأتي بخلاف السيارات الفارهة والفيلات الخاصة للإقامة، وأشار إلى أن هذه الرواتب بتظهر الوجهة التنفيذية للقنوات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ الشكل الذي تظهر به يوميا وبيحركها خلف الستار مجموعة تابعة للمخابرات التركية والقطرية مقسمة إلى جزئين، أحدهما بيتعامل مع الأتراك وبعض الجنسيات الأخرى، وتتبع تلك المجموعة المخابرات التركية.
بينما تتبع جماعة الإخوان الإرهابية المخابرات القطرية. على كل حال التعليق بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذة نانسي والسادة المشاهدين. هو بعيدا عن حضرتك شايف الرواتب دي إزاي، هو السؤال اللي دايما بيطرح من يوفر هذه الرواتب؟ هما طبعا العديد من هذه العناصر العميلة لأجهزة مخابرات أجنبية بتتقاضى مرتبات، لكن لازم بداية نعلم أن العناصر اللي بيتم تجنيدها من جانب أجهزة مخابرات أجنبية بيتم تجنيدها بأحد عناصر ثلاثة أساسية، إما النقود وإما يعني الأموال أو الجنس أو العقيدة الدينية أو القومية. دي الثلاث عناصر الأساسية اللي بيتم بيها عملية التجنيد. نعم. لما ننظر مثلا لشخص زي محمد ناصر، طبعاً لا عقيدة دينية ولا عقيدة قومية ولا حاجة، هو بيتم تجنيده أو تشغيله بالعنصرين الآخرين، وهناك العديد من الفيديوهات المسجلة لهذه العناصر موجودة لدى المخابرات التركية، وبيتم تشغيلهم انطلاقاً منها، وبعضهم بيتلقى رواتب، وده كان في الأول في بداية التجنيد كانوا بيتقاضوا مرتبات كبيرة قريبة من الأرقام اللي حضرتك ذكرتيها، لكن أنا بأؤكد أن في هذه المرحلة بيتم تشغيلهم بالسخرة من جانب المخابرات التركية. لا داعي لأن يدفعوا لهم نقودا لأنهم أصبحوا واقعين تماما تحت سيطرة ضباط المخابرات التركية. صحيح. فيما يخص القطريين او اللي بيسمى جهاز المخابرات القطري، هو طبعا جهاز واحد، هذا جهاز تابع للمخابرات البريطانيه زي ما احنا عارفين قناه الجزيره كلها عناصر كانت تابعه. نعم صحيح. وبالتالي هم بيقوموا بدور بالوكاله. طيب استاذ محمد خليني استغل الوقت اللي فاضل لي مع حضرتك في هذه المداخله بعد اذنك، يعني ونحن بنتحدث عن المنصات الإعلامية للجماعة الإرهابية واستمراراً لسلسلة الفيديوهات المفبركة اللي بيتم بثها من قناة الجزيرة. الحقيقة أن قناة الجزيرة النهاردة أذاعت فيديو حول نقص مياه الري في محافظة الإسماعيلية، وهو الحقيقة على غير الحقيقة، حيث قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري أنه ما فيش أي مشكلة نقص المياه في أي محافظة أصلا من محافظات الجمهورية، وكمان أضاف في تصريحات لليوم السابع أنه لم يتم رصد أي شكاوى نقص مياه خلال الموسم الزراعي الحالي، وأن المياه بنهايات جميع الترع على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحالة جيدة وكافية لكافة الاستخدامات المائية لمثل هذه الفترة من كل عام، وعلى رأسها الاستخدامات الزراعية. يمكن الفيديو كمان اللي كان منشور على صفحة الجزيرة غير محدد به موقع أو ترعة معينة لبحث مشكلتها، وإنما كان الحقيقة حديث مرسل غير محدد المعالم. إيه تعليقك يا فندم؟ يا فندم طبعا دي اخبار كاذبه، والراي العام يعني ببساطه الناس شايفه كلها الفيضانات الكبيره اللي بتحصل في السودان، فازاي ميه النيل هتبقى قليله في الترع؟ يعني كلام شديد السذاجه، لكن دي كانت خطط موضوعه لاستخدامها في هذا التوقيت. لما الامور بالطبيعه وباراده الله صارت مسارا غير توقعاتهم، اضطروا برضو ان هم يذيعوا نفس الفيديوهات اللي كانوا محضرينها من قبل كده، يعني متصورين ان المياه ناقصه والكلام ده، رغم ان الواقع حوالينا زي ما احنا شايفين كل يوم فيضانات، ومصر ارسلت مساعدات وما الى ذلك. انما النقطه الاكيده ان حضرتك تلاحظي دايما ان الاعلام القطري والاعلام التركي او الاعلام العميل الناطق بالعربيه التابع للمخابرات التركيه بيطيروا دايما بنفس الاهداف ونفس الاليات، لان صحيح. في ضابط مسؤول عن الامن السياسي في الجهاز الامني القطري بينسق دائما مع ضابط بنفس الدرجه في المخابرات التركيه توجيها للانشطه الهدامه. هو في سياسه معينه ماشيين عليها يا فندم، او استراتيجيه، او كانها خطه او جدول زمني بيتحط لكل الاعلام المعادي؟ طبعا هو في خطه موضوعه ولها هدف اساسي، خليني اقولها لحضرتك بوضوح. الهدف الاساسي حتى يعلم المواطن المصري ذلك جيدا هو محاولة اغتيال معنوي لكل وجه من أوجه البناء في مصر، وفي مقدمتها الرئيس السيسي، ودور الجيش الوطني المصري في البناء والتنمية. هذا هو الهدف طبعاً. محاولة اغتيال معنوي لدى الرأي العام المصري، لكن وعي المواطن المصري دايما بيظل تاريخيا وحاضرا ومستقبلا هو حائط الصد.
امام كل محاولات الاغتيال المعنوي لكل من يريد البناء والتعمير نعم. على هذه الارض طبعا الطيب. صحيح. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذا الحديث. كنت ضيفي عبر الهاتف الاستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لك. بكده تكون خلصت هذه الحلقه من حصاد الاسبوع، كنت معكم فيها انا نانسي نوره. على راس الساعه القادمه القاكم من جديد ولكن في نشره اخباريه مفصله، ابقوا برفقتنا.